شوربه فريك باللحمه والخضار، مغذيه جدا وتعتبر وجبه كامله على بعضها. فريك مسلوق نص سلقه ومتصفي، جزر مفروم، بصل مفروم، بصل اخضر مفروم، كرات مفروم، ملح وفلفل، كمون بودره، زيت ذره، مرقه فراخ او لحمه او ميه سخنه مفيش مشكله، ربع كيلو لحمه بتلو متقطع مكعبات صغيره او فراخ ممكن من غير خالص للي مش حابب يحط، يعني اللي عايز يعملها صيامي يستبدل الشوربه بشوربه خضار او ميه ويشيل اللحمه تبقى ظريفه جدا. برضو بواقي لحمه او فراخ مسلوقين عندنا اصلا ونحطهم في الوصفه دي برضو ظريف جدا. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا مسخنه الحله جدا، هستخدم زيت ذره، زيت زيتون، حاسه طعمه هيبقى احلى، يدي غنى كده، معلش يعني راعي ظروفي، انا ظروفي النفسيه صعبه. بصل، ملح، فلفل اسود، كمون، كرات، جزر، كله متقطع قد بعضه عشان كله ياخد نفس السوى ونفس الشكل، شوية بصل أخضر. طول ما هو موجود أنا بحب أحطه في الوصفات بصراحة لأن طعمه رائع. لحمة، عايزين بقى تحطوا حبهان، تحطوا مستكة، تحطوا لورا، حطوا اللي انتوا عايزينه. كده احنا مسويين هنا نص سوا والفريك مستوي نص سوا، فمش خايفة ان حاجة ما تلحقش تستوي او حاجة تستوي عن التانية. بدل الفريك قمح، بدل القمح والفريك برغل، كلها حاجات ظريفة جدا جدا جدا. شوية بقى شوربة او مية، بسم الله. واسيب بقى العمليه هنا ايه، هغطيها واسيبها تاخد وتدي مع نفسها. هظبط بس الملح والفلفل لان ايه والكمون، لان طبعا كنت حاطه قليل ايه في الاول. فادي الملح وادي الفلفل وادي الكمون. واغطي بقى عشان اساعدها تغلي اسرع واسيبها تاخد وتدي مع نفسها هنا.